مساء الخير، مساء السعادة، مساء الحب والجمال، مساء شم النسيم الجميل. والناس كلها النهاردة شمت النسيم، والجو النهاردة صحيح كان حر شوية بس برضو كان الجو عليل والدنيا ربيع. وقفلي على كل المواضيع، والنهاردة كان يوم جميل. ومساء بقى اللي كل واللي شرب وانبسط النهاردة، واللي كل الرنجة، واللي كل الفسيخ، واللي كل البصل والملانة، واللي كل البيض الملون. مساء كل حاجة جميلة يا رب إن شاء الله. ودايما كده مصر بسعادة وخير، وكل سنة وكل مصر بخير بمناسبة أعياد شم النسيم، وكل إخواتنا المسيحيين بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد النهاردة شم النسيم. وفي وضوح، إحنا لازم دايما يبقى عندنا احتفالية خاصة في شم النسيم. وعشان نعمل احتفالية خاصة يبقى لازم يكون عندنا نجم كبير خاص جدا في شم النسيم، ولازم نعمل احتفالية كبيرة جدا في شم النسيم. قعدنا نفكر نعمل إيه النهاردة، ما لقيناش اجمل من الفنان الكبير علي الحجار اللي بيسعدني وبيشرفني دايما ان انا اشوفه واسمع صوته. عارفين ليه؟ لما بسمع صوته بحس ان الصوت لسه بخير والدنيا لسه بخير، لان صوته صوت اللي يطرب اللي تقول عليه الله. فكل سنه وانتم طيبين، وانا برحب بفناننا الكبير علي الحجار اللي معانا في شم النسيم النهارده. كل سنه طيب يا علي. وانت طيب، وحاجه حلوه ان احنا نتقابل كده في يوم جميل، في مفترج يوم مفترج يوم مفترج طبعا يوم جميل جميل. كل سنه وانت طيب، وكل شم النسيم وانت دايما سعيد وناجح يا رب. وكل سنه وانت طيب عشان عيد ميلادك اللي كان الاسبوع اللي فات، ومش هقول عندك كام سنه بس ما شاء الله يعني ما يبانش عليك، لكن كل سنه وانت بتدي اكتر واكتر وجمهورك بيزداد اكتر واكتر. وبرضو برحب بفرقه عيل حجار الجميله اللي مشرفانا. كل واحد من دول يا جماعه مش عايز اقول لكم نجم في مجاله. فكل سنه حضراتكم طيبين، نورتونا وشرفتونا، وانا سعيد جدا بوجودكم معانا النهارده في يوم شم النسيم. وكلت فسيخ؟ كلت رنجه؟ ما رنجه مشوحه دي. كلت كافيار؟ انا قلت لي. اخبارك ايه بقى في الربيع بقى؟ بيفكرك بايه الربيع؟ ولما بيجي يوم شم النسيم بتفتكر ايه؟ بفتكر فريد الأطرش واغنيه الربيع، بفتكر البيض الملون، لانه يعني كان ده الطقس اللي بنعمله واحنا صغيرين، انه بابا وماما يقعدوا يجيبوا لنا الالوان انا واحمد واحنا صغيرين، ونقعد نلون. وده الطقس اللي بعمله مع اولادي دلوقتي، يعني اللي هو بيبقى اجمل حاجه بالنسبه لهم ان هم مستنيين الالوان والبيض، عشان هم الاثنين طالعين رسامين برضو. يعني اجمل ربيع عدى عليك تفتكروا؟ والله يعني انا متوقع انه ده هيبقى اجمل ربيع ان شاء الله، ان الدنيا رايحه، يعني انا متفائل بان الدنيا رايحه لحاجه كويسه، دنيتنا مصر يعني. انا متفائل انه ان احنا رايحين لمنطقه جميله يعني ان شاء الله. يعني لو انت صغير اجمل ربيع كان ايه؟ كان في ذكرى كده جميله، قصه حب جميله، غنوه جميله، قصه قصص حب قصص حب. لا هو يعني انا ما عنديش ربيع معين كان فيه ليه ذكرى خاصه يعني. لكن كل ربيع بيبقى دايما ليه علاقه باننا داخلين على بهجه، هنشم هواء نظيف، هنشوف الورود والاشجار يعني بتكبر، اللون الاخضر هيبقى موجود، وده نفسنا يحصل في مصر كلها. يعني الاحتفالات بتاعتنا واحنا صغيرين هي دي اكتر حاجه فاضله معايا يعني. طب اجمل قصه حب في الربيع كانت عندك؟ في الربيع هو يا رب ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ مش فاكر يا عيني، هما كتير قوي كده يعني. الواحد هو شاب بيبقى طبعا. يعني انت غنيت لك قد 500 اغنيه، افهم من كده ان كل اغنيه ليها قصه حب؟ لا طبعا، ما عدا الاغاني الوطنيه. لا احب كنت بتحب مصر. ده بالعكس، الاغاني الوطنيه هي اللي ليها قصه حب. طب انا بتكلم على غير الوطني. حب الوطن ده شيء جميل، لكن يعني اي مطرب بيقول لك انا كل الاغاني اللي غنيتها كانت قصص حب انا يعني عشتها وكده يبقى بيكذب. يعني مش كده، ممكن تبقى في واحده يا اثنين، لكن العادي انه المطرب بيدور على اغنيه جميله يحب كلماتها ويحب لحنها عشان يغنيها. مش شرط تكون مرتبطه بموضوع يخصه هو يعني. يعني ايه الاغنيه اللي تفتكرها انها مرتبطه بقصه حب؟ قصه هجر. هجر في ليله مفترقه ولا فكرك انا؟ ولا فكرك انا؟ لا في اليوم في يعني هقول لك ايه، ما اصل طبعا
يعني الخسائر عندي قليله طبعا في موضوع الحب بالتحديد يعني. ما قابلتش خسائر كتير، بس قابلت بهجه كتير، ويعني يعني حاله السعاده في الحب بالنسبه لي اكتر من حالات الاحباط. بس ايهما اكتر في الابداع، لما تشعر بالهجر والحزن وانها سابتك فتبدا اكتر، ولا لما تكون عايش قصه الحب فتبدا اكتر كعيل حجار؟ لا اصل يعني زي ما بيجيبوا كده في الافلام، حبيبته سابته فيمشي يغني اغنيه وكده، لا ده ما بيحصلش طبعا. يعني بالعكس الواحد بيكتئب وما يجيلوش نفس انه يغني. فلا الحالات السعيده هي اللي بتخلي الواحد ليه نفس، ليه نفس اكتر. في اغاني عندك كتير كده؟ ها عندي طبعا. طبعا كتير. وفي اغاني كنت مهموم حزين سابتك فاثرت فيك فقلت للشاعر اكتب لي يا ملحن لحن لي انا بتألم؟ لا عمري ما عملت كده، عمري ما قلت للشاعر انا عايز الموضوع الفلاني، ولا اتدخلت خالص، انا بختار. في اغنيه اللي هي بتاعت ايه، في صمت الليل، في قلب الليل. في قلب الليل؟ لا في قلب الليل اصلها كانت قصه حب حياتك، قصه جت بالصدفه. في حياه عصام عبد الله اللي كتب الاغنيه، وفي حياه مودي الامام اللي لحن الاغنيه ووزعها. أيوة. وفي حياتي، بس كل واحد ليه صدفته وحكايته. يعني كل واحد ليه حكايته بشكل يخصه. فتجمعنا احنا التلاتة على الموضوع ده، بس مش نفس الشخصيه، مش نفس البنت. اكيد اكيد. بس انا عارف الشخصيه اللي انت كنت بتحبها. ما علينا يا جماعه، النهارده يوم شم النسيم، واحنا عايزين نسعد بالجميل الرائع المطرب الكبير. هسمعها لك طبعا في ان شاء الله، يعني لازم هتسمعها لي ولا هتسمعها للبطله بتاعتها؟ ما اعرفش هي عايشه ولا لا، الله اعلم. لا عايشه يا علي. عايشه؟ عادي. تمام. ايه تعرفش انها عايشه؟ ما اعرفش والله. والله؟ ما اعرفش ظروفها ايه دلوقتي. واتجوزت؟ لا ما اعرفش طبعا اي ظروف. وخلفت؟ كمان. بس بعد الهوا هقول لك. والله والله ما اعرف، بحلف بالله ما اعرفش ظروفها ايه. هنستمتع يا جماعه دلوقتي مع الجميل الرائع صاحب الحنجره الذهبيه عيل حجار، عشان يبدا بقى يجدو معانا ونحتفل. النهارده عايز اقول لكم مش هيبقى حوار تقليدي، لا اديكم شايفين الفرقه الموسيقيه كامله بتاعت عيل حجار النهارده، اعتبروه احتفاليه خاصه، هيغني ويغرد واحنا هنقعد كده كلنا نستمع. فنبدا نستمع الى مطربنا الكبير عيل حجار في يوم شم النسيم. عارفه مش عارف ليه بتونس فيكي وكانك من دمي، على راحتي معاكي وكانك امي. عارفه مش عارف ليه بتونس فيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه، عارفة حاسس إني لأول مرة بشوفك، وإني بشوفك من أول لحظة في عمري. حاسس إني لأول مرة بشوفك، وإني بشوفك من أول لحظة في عمري. حاسس إني يا ماما بتشرب في كفوفك، حاسس إني يا ماما بتشرب في كفوفك، وإنك شجرة وظلة ومية بتجري. مش عارف ليه، مش عارف ليه بتونس فيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه، عارفة فرحة كبيرة وصوت مزيكا في قلبي، وكأننا حبيبين اتقابلوا بعد فراق. فرحة كبيرة وصوت مزيكا في قلبي، وكأننا حبيبين اتقابلوا بعد فراق. ليه فجأة بقيت مستني لوحدي؟ ليه بتكلم واحكيلك واشكيلك همي؟
مش عارف ليه مش عارف ليه بتونس فيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي مش عارف ليه وانا عياكي بحس الدنيا سلام وأمان وإن العالم ما فيهوش ولا نقطة أحزان وأنا وياكي بحس الدنيا سلام وأمان وإن العالم ما فيهوش ولا نقطة أحزان إيدك خليها في إيدي أنا طفل كبير أنا طفل كبير وبحس إن أنا وإنتي لوحدي ناوي الكون بستان مش عارف ليه بتونس فيكي وكأنك من دمي على راحتي معاكي وكأنك أمي مش عارف ليه يعني زي ما قلت لكم يعني الواحد مستمتع وقاعد جنب الحيطة وقاعد بجد أنا مستمتع مستمتع أولا بشريط ذكريات جميل أغاني كلها بتفكرني بذكريات وأكيد بتفكر جيلي وبتفكر أجيال بعدية واللي بعد بعدية فأنا قد إيه ببقى سعيد وأنا بسمع الحجار وأنت أنا بقى بشكرك على كل اللي أنت غنيته لغاية دلوقتي وأمتعتنا بيه ربنا يخليك بس أنا عايز أقف معك في محطات شوية لأن أنا حاسس إن المحطات دي مهمة أوي يعني عايز أقف مثلا عند محطة عمر خيرت في حياتك بيمثل ايه عمر خيرت في حياتك عمر يعني بالنسبه لي انا رايي ان عمر خيرت عمل حاجه غير مسبوقه يعني ليه سبق في انه جمهورنا عمره جمهور العربي كله عمره ما تعود ان هو يروح حفله عشان يسمع مزيكا عمر خيرت انشا القاعده دي وعملها وبقى بيعمل حفلاته ومن قبل الحفلة ما تحصل بأسبوعين ثلاثة بتبقى كومبليت بتبقى المسرح اتملى والناس بتضربوا بالخناق عشان يجيبوا تذاكر من السوق السود عشان يروحوا يسمعوا موسيقى بس من غير مغنيين عمر ليه فضل انه طلع واحد من مصر لما مزيكته تتسمع في أمريكا أو في اليابان أو في السعودية أو في الهند أو في أي حتة في العالم هي موسيقى عالمية مصرية دي حاجة يعني لقينا ملحنين عظماء في مصر كتير مصريين قوي وشرقيين قوي بس انك انت تعرف تسمع اغانيهم للغرب مثلا ممكن تلاقيهم الغرب مش فاهم قوي ايه اللي بيحصل لكن عمر عامل التوليفة اللي هي بتاعت انك انت بتسمع مزيكا عربية مصرية اكتر بلغة عالمية كبيرة فخمة تجربتك انت مع تجربه فريده كمان خلي بالك طبعا يعني طبعا. هو نفسه عمر لما انا بساله كان معايا قريب وكنا بنتكلم بيعتبرك من اهم الاصوات اللي قدرت تنقل مزيكته بشكل اخر مختلف للناس وبعدين التجارب اللي انتوا عملتوها مع بعض كلها تجارب عارفه اللقاء الثاني غوايش غيره 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 عملنا شغل كتير مع بعض يعني اظنها كانت انت كنت الصوت المحبب لعمر خير يعني هو بيقول كده وكتر خيره طبعا ان هو بيقول كده يعني شرف كبير ليا كمان يعني شغلي مع عمر خيرت دايما بحس انه انا مرتاح وسايب ايدي يعني في اغاني لما تيجي تغنيها لملحنين تانيين بيبقى فيها مجهود وتعب وهتطلع وهتنزل وعمر خيرت طول الوقت المغني مرتاح معاه وصعب جدا على فكره يعني حفظ شغل عمر خيرت ودخول الجمل والخروج منها والايقاعات الغريبه اللي بيعملها تفعيلات الجمل وكده الموسيقيه صعبه جدا 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 بس طول الوقت وانت بتغني كمغني والمستمع بيسمع انت حاسس بان الدنيا سهله وبسيطه وفي حاله راحه طول الوقت تعالوا يا جماعه نستمتع مع بعض بالاغاني الجميله اللي هيجدوا بيها علي الحجار دلوقتي
اللي جمعته بالفنان الكبير عمر خيرت. زي الهوى زي الهوى الساري وخيال الطير، زي الهوى زي الهوى الساري وخيال الطير. أحلى سنين العمر بينا تمر، يا نعيش هوانا هوانا حلم ليلة صيف، يا تتوه خطانا في ليل شتانا المر، يا نعيش هوانا هوانا حلم ليلة صيف، يا تتوه خطانا في ليل شتانا المر. لما تتلاقى الوشوش فرقتين ما بيتلاقوش يوم الوقت تاني، عمر الوشوش ما بتبقى بعد السنين، ما في الوشوش تبقى شيء تاني. لما تتلاقى الوشوش فرقتين بيتلاقوش يوم الوقت تاني، عمر الوشوش ما بتبقى بعد السنين، نفس الوشوش دي بتبقى شيء تاني. بدل الايام ملامحنا ترعشنا تنعشنا تشوشنا، بتبدل الايام ملامحنا ترعشنا تنعشنا تشوشنا، يا ترى اللي بيعيش الزمن احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشنا، يا ترى اللي بيعيش الزمن احنا ولا الزمن هو اللي بيعيشنا. ولما تتلاقى الوشوش فرتين ما بيتلاقوش يوم الوقت تاني، عمر الوشوش ما بتبقى بعد السنين، نفس الوشوش دي بتبقى شيء تاني. ولما تتلاقى الوشوش فرتين ما بيتلاقوش يوم الوقت تاني، نفس الوشوش تبقى شيء تاني. ودايما عايل حجار لازم يبقى دايما ليه مفاجآت بيقدمها لنا في يوم شم النسيم، والنهارده عامل لنا مفاجأة خصيصا تذاع لأول مرة. أنا هسيبه هو شخصيا يقدم هذه المفاجأة. إيه المفاجأة؟ لحن عمله لي الأستاذ أحمد رمضان، هو ملحن قديم وأنا غنيت له قبل كده تتر مسلسل. هو عشان في لخبطة بتحصل بينه وبين حد تاني اسمه أحمد رمضان، فهو دايما يقول لي قول رمضان عبد الفتاح. أحمد رمضان عبد الفتاح. لحن جميل عامله بمناسبة الربيع، اسمه بسمة وفرحة، كاتبه محمد عبد الجواد وبتغنيه معايا سارة وهي اكتشاف أحمد رمضان، وبيعزفه معانا علاء القانون الشاب يحيى رمضان. عنده 13 سنة بس هتتبسط، أو الناس هتتبسط من عزفه على القانون. ما شاء الله الفنان الكبير أحمد رمضان، أنا سعيد بوجودك معانا النهاردة أنت ويحيى وسارة، طبعا شرفتونا كل سنة طيبين، وهنبقى سعداء أكتر لما نسمع الأغنية. بس قول لي يعني ده أول تعاون مع الأستاذ علي الحجار؟ لا، إحنا في مسلسل قبل كده عملناه الحمد لله،
وانا من اشد المعجبين بالاستاذ علي حجار بغض النظر عن الفن بقى. لا ده انا يعني ده هو ده المطرب اللي انا طلعت سمعته وادانا الفن وادانا الدفع وادانا كل حاجه. يحيى ايه تلعب قانون بقالك قد ايه؟ انا كده بلعب بقالي سنه. سنه بس انا عارف انت بتلعب قد ايه بشكل محترف والناس هتستمتع جدا. ساره ايه التجربه؟ اول مره تغني؟ اول مره اغني مع استاذ علي، بس غنيت كتير مع استاذ احمد رمضان، هو اللي يعني الحمد لله الحمد لله ربنا قدرني يعني وقدرت ارفع راسه الحمد بس لله. انت محظوظه جدا انك انت بتغني مع الاستاذ علي جدا والله بجد يعني انا كنت ببدا مع مع الكبير على طول طبعا يعني. حضرتك يعني مش قادره اقول لحضرتك انا في حلم يعني. عموما انا اللي هسيبكم بقى دلوقتي بعد اذنكم عشان نستمتع بيكم وانتم بتغنوا لنا اغنيه الربيع اللي بيقدمها عايل حجار مع ساره، هذا الوجه اللي بيقدمه عايل حجار والملحن الجميل الكبير احمد رمضان والعازف الجميل يحيى احمد رمضان. انا بقى هطلع بعد اذنكم. اتفضل فيها بس الاستاذ يحيى وهو بيقول لنا مقطوعه من مقطوعات اللي الرحمنيه عاملينها، اغنيه يمكن مشهوره الناس عارفاها لفيروز لما هيقولها هو وبابا. اتفضل.
نبص لروحنا جوه مراياتنا،
إذا احنا عشنا هربانين من الحقيقة. قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة، قلنا واللي تغره ويخسر مصيره. قالوا الشمار قادر ولود ألف صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. ورجعنا تاني مع فناننا الكبير علي الحجار، اللي دقي انا مستمتع جدا بجد، يعني هو اداني حاله بهجه، او يعني بيسموها ايه بوزيتيف انرجي كده. الواحد لما بيسمع الجميل يقول ياه انا ازاي بسمع الوحش اقول عليه كويس، يعني الواحد ودانه سلكت زي ما بيقولوا. توفيقك الله. بجد انا مستمتع جدا، ويعني قد ايه العزف جميل والغنى اجمل وكل شيء جميل. يعني بركة فيهم بجد والله. عمار الشريعي، عمار الشريعي مدرسة كبيرة، اللي يعني انا كانت بتربطني بيه علاقة قوية جدا، وبتربطك بيه علاقة اقوى، وكمان تحولت العلاقة الحب اللي بينكم الصداقة الى انجاز رائع وبديع جدا. كلمني عن تجربتك مع الفنان الراحل الكبير عمار الشريعي. عمار يعني ليه فضل ان هو اداني فكرة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، وهي تترات المسلسلات. يعني دي ما كانتش حاجه يعني منتشره او معروفه. كان المسلسلات ليها تترات بس، يا اما موسيقى يا اما الكورال بيغني، وكان قليل قوي لما بيبقى مثلا بيجيبوا في التتر مغني يغني. يعني بدايه من مسلسل الايام بدات الحكايه دي تبقى قاعده عند معظم منتجي المسلسلات الدراميه في التلفزيون، انه لازم التتر يبقى مغنى فيما عدا حاجات قليله اللي كانت بتحصل. يعني عمار كمان، وانا حكيت الحكايه دي يمكن كتير بس احب برضو ان انا اقولها تاني، كان ليه فضل في انه غير لي طريقه ادائي في الغنى واحنا بنعمل مسلسل الايام. انه انا قبل مسلسل الايام كنت بغني في كل اغنيه كل الحليات والزخارف والحيه الفنيه اللي اتعلمتها من ابويا، عشان يعني ايه اوري الناس امكانياتي، وعشان الطرب او التطريب يزيد. بدايه من مسلسل ايام كان عمار والاستاذ يحيى العالمي ليهم فضل في انه فهموني انه التعبير هنا عن معنى الكلام والتشخيص تمثيل الغنى اهم بكثير من التطريب. فدي برضو كانت قاعده مهمه. زائد ان عمار مثلا لما توفى الصحفيين مثلا والمذيعين في البرامج كانوا بيجيبوني عشان اشتغلت معاه كتير اكتر، واحد اشتغل مع عمار. فحبيت اذاكر انا وعمار عملنا ايه، لقيت نفسي انا وعمار عاملين قريب من الالف اغنيه. الف اغنيه؟ ده انا وعمار بس، لانه معظم المسلسلات ما كانتش بتبقى مقدمه ونهايه بس. الايام في 72 اغنيه، 72 بوابه الحلواني فيها مش عارف كام و90 اغنيه على الخمس اجزاء. السيرة الهلالية فيها حوالي 100 أغنية. يعني كده بقى احنا ماشيين كده يعني. فلقيت كمية كبيرة جدا، لدرجة ان انا وعمار بقينا فاهمين بعض خلاص. هو فاهم، ودايما يقول انا لما باجي لحن لعلي ببقى سايب ايدي. انا كمان لما بروح لعمار ببقى عارف انه ان انا رايح لمهمة صعبه مش سهله. بس ببقى متحفز ليها، ودايما بيديني طاقه للعند يعني. وفي البشري كمان لما عملت معاه بلال البشري، يا سلام. وغيره وبفضل المسلسلات دي يعني اللي عمار لي طبعا دخل كبير فيها، اشتغلت مع شعراء كبار زي سيد حجاب وزي عبد الرحمن الابنودي. يعني دول بالنسبه لي تاريخ، يعني يتحسب لي ان انا اشتغلت مع سيد حجاب والابنودي. طبعا قبل كده اشتغلت مع صلاح جاهين، اشتغلت مع فؤاد حداد، اشتغلت مع عبد الرحيم منصور، وبعد كده اشتغلت مع محمود درويش وسميح القاسم وشعراء كتير. لكن بالنسبه للمسلسلات كانوا اللي واخدين التوكيل عمار الشريعي وسيد حجاب وعبد الرحمن الابنودي. تعالوا يا جماعه نعيش بقى ونستمتع مع فنانة كبير علي الحجار والحان الراحل العظيم عمار الشريعي.
ورجعنا تاني مع فناننا الكبير علي الحجار اللي يعني بجد احيا هذه الليله الجميله باغانيه الحلوه الجميله. انا فعلا مش عايز اقول لكم، وانا دايما بقول له دايما لو فتحت عربيتي هتلاقي دايما السي دي، كان زمان الكاسيت هو عليه اغاني علي الحجار. عايز اسالك عن البدايه الحقيقيه ودور الراحل الكبير بليغ حمدي في حياتك. يعني هو الفضل بعد ربنا وابويا لبليغ حمدي الحقيقه، في ان انا ازاي بقيت محترف والناس عرفتني. يعني ازاي هو شافني بالصدفه في التلفزيون في برنامج بتقدمه الدكتوره رتيبة الحفني اسمه الموسيقى العربيه، بتقدمه كل يوم جمعه. فانا كنت في فرقه اسمها فرقه التخت العربي لاحياء التراث، بنغني الموشحات والادوار القديمه. فشافني في حلقه من الحلقات بغني سولو لوحدي يعني،
دور أو موشح من الموشحات القديمة، فبعت لي ورحت له. السكرتير بتاعه افتكرني جاي يعني عايز أقابل الأستاذ يعني، فقلت له أنا يعني الأستاذ هو اللي بعت لي، مش أنا بحضرتك، بس قل له إن أنا موجود يعني. فدخل عمل إنه دخل وخرج، قال لي هو مش فاضي، هو مشغول مع ناس. فخدت بعضي ومشيت. فبعت لي تاني يوم المربية بتاعته على البيت عندنا، وقالت لي ده هزقه وقال له يعني أنا اللي بعت له، أنا اللي عايزه. وخدتني ورحت له، قعدت مسكني العود، كنت أياميها بلعب عود يعني، لسه كنت بتعلم بقى مع أبويا وكده، كنت أشول بلعب العود شمال، انا اشول لغايه دلوقتي يعني. بس اصل كنت اشول، انا قلت ايه بقيت ايمن دلوقتي ولا ايه؟ لا كنت بلعب العود يعني العكس. واداني العود، غنيت له اغنيه من الحان ابويا. وعاده انا لما بندمج شويه بغمض عيني، فتحت عيني لقيت بليغ حمدي بيبكي بالدموع وبيعمل يقول ايه ده، ده مصر لسه فيها. هو دايما كان يجيب سيره مصر، عمال يبكي ويقول مصر مصر ولا ده مصر مش عارف ايه حاجات كده. المهم مهتم بيا حوالي سنه ونص، كل يوم اروح له الساعه 11 الصبح او 11 ونص صباحا، ونقعد على البيانو شويه وعلى العود شويه. بليغ حمدي كان من ملحنين جيله القليلين ان لم يكن لوحده اللي كان مثقف موسيقيا، يعني بيكتب نوته. انا شفته اكثر من مره بيلحن بالنوته من غير العود ولا البيانو، يعني اللحن في دماغه وبيكتبه على الورق نوتة موسيقية. راح مقدمني ليلة راس السنة سنة 77، وقعد في وسط اثنين مذيعين يقولوا مع استقبال سنة جديدة نستقبل مطرب جديد، ومع مولد عام جديد، مولد نجم جديد، وهو ياخد الميكروفون ويقول المطرب اللي مساحت صوته كذا واللي مش عارف ايه. قدمني تقديم رائع بأغنية على قد ما حبينا، كانت كلمات عبد الرحيم منصور. وفضل من تاني يوم الصبح يروح الاذاعه من بدري من الساعه 9 الصبح عشان يطمن انها تتذاع، يطمن انها بتتذاع. عمل معاك ايه وايه بقى؟ فكرني بالاهم الاغاني اللي عملتها. في الشريط الاولاني على قد ما حبينا، واغنيه اسمها قالت، بيتكلم عن مصر، بس هي في صوره اغنيه يعني تحتمل انها تبقى عاطفيه يعني. واغنيه اسمها على سفر، واغنيه اسمها طاب العنب. الاربع اغاني دول في الاول، وبعدين بعد كده جات لي فرصه بقى ان انا انتج. انا عمل لي عقد احتكار مدته 3 سنين، انتج لي فيه الشريط الاولاني وشريط رباعيات صلاح جاهين الحان سيد مكاوي، وده كمان من الافضل اللي اي يعني حاجه ما فيش حد بيعملها كتير، لانه العقد اللي بيني وبين بليغ حمدي ان انا اشتغل مع بليغ بس، ما اشتغلش يعني حاجه غيره. فهو لما لقى ان ده سيد مكاوي وان ده صلاح جاهين وافق انه ينتج لي رباعيات. بعد كده لما انتجت انا، عمل لي في شريط عذريني احبابنا من عشامهم راجعين لنا تاني، ولما انت ناوي على السفر طب قول لنا. بعد كده عمل لي في شريط ما تصدقيش ما بلاش نكذب على روحنا، كانت كلمات سيد حجاب. ثم اخر عمل هو عمله كان بوابه الحلواني، كان عمل التتر والحان الجزء الاولاني كله من بوابه الحلواني. تعالوا يا جماعة نستمتع ونعيش مع ألحان بليغ حمدي وصوت علي الحجار. عشان كده
برعاية